والإيمان يسري على درب الهداية والنقاء. لحام الطهر والإيمان يسري على درب الهداية والنقاء. رحابك شعب الأنوار فجرا ليهدي التائهين إلى الصفاء. تعالي يا أخية في رحابي لنصعد صوب علياء السماء. لنصعد صوب علياء السماء. رحاب الطهر والإيمان يسري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج في رحابها. النهاردة يعني هنطلع بالبرنامج لوحدينا كده وندعو الله سبحانه وتعالى يجعلها حلقة مباركة اللهم أمين. خلينا في البداية نتكلم على عنوان الحلقة العادات الإيجابية. تيجي تبص كتير جدا من البنات تقول لك ايه والله يا دكتوره انا كنت بحاول اظبط نومي وانتظم وبس ارجع تاني انام بالنهار واصحى بالليل، او ان انا مثلا بعمل ورد قراني معين في رمضان وخلاص ظبطت الدنيا واجي بعد كده خلاص الدنيا تروح مني تاني. ازاي اقدر اواظب على العادات الايجابيه وازاي اقدر اواظب على العبادات والحاجات الكويسه اللي في حياتنا والسلوكيات اللي المفروض ان احنا نكتسبها بصفة إيجابية وتبقى مستمر؟ ده اللي هنجاوب عليه النهاردة في حلقتنا. هنا في البداية نقول هو سلوك يعني إيه؟ هي سلوك متكرر يبقى عادة، صح ولا لا؟ تكرار السلوك لما أقعد أكرر في السلوك بينتج عنه عادة. العادة دي يا إما بتبقى عادة إيجابية، ما هي نوعين بقى، يا إما عادة إيجابية بتعود عليا بالنفع، يا إما عادة سلبية مضرة لي، أو روتين ممكن ما يبقوش لسلبية، بيبقى روتين عادي بس ما بستفدش منه. برضو مش عايزين يبقى كده، احنا عايزين كل سلوكياتنا تبقى إيجابية. طيب خلينا نسأل سؤال، هل العادات ممكن تنجز لي مهام كبيرة في وقت قصير؟ طب لو كانت الإجابة أعمل إيه؟ ممكن نقول نعم، يمكن للعادات وبكل سهولة ويسر على فكرة إن هي تنجز لك المهام. يعني عايز اقول يعني موضوع اليسر في تيسير العادات ده بيبقى نوع من انواع الايه، نوع من انواع التعود. ازاي اكتسب عادة؟ اكتسب العادة لما اكرر السلوك اكتر من مرة. قالوا 21 يوم اكرر سلوك بصفة مستمرة هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه عادة. ده شيء اساسي وده شيء صحيح. طيب خلينا بس لو ممكن اخد الموبايل سنة. تمام شكرا. طيب ممكن للعادة انها تبقى تنتج لي سلوك جيد او سلوك غير جيد لما ابتدي انظم نفسي عليها. طيب ايه اللي يخليني العادة تبقى بالنسبة لي سهل او السلوك؟ قالك عاملين، عمل بسيط بشكل مستمر بتكون المحصلة منه تجيب لي ايه؟ ناتج كبير. ايه الدليل؟ دليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، احب الاعمال الى الله ادومها وان ايه؟ وان قل. وقليل دائم خير من كثير منقطع. ده شيء طيب. العادة بتتحول السلوكيات من سلوك بيحتاج قوة وارادة وعزيمة لسلوك عادي معتاد جدا ما ببذلش جهدي فيه وما بحتاجش ان انا ابذل جهدي فيه. فكلما حولت السلوكيات لعادات، عادات إيجابية، وفرت مخزون إرادة قوي جدا جدا ومجهود كبير جدا جدا عشان تعمل مهمة كبيرة أو أن أنا أكتسب بيها عادة أو مهارة جديدة. مكونات العادة هي إيه؟ سواء عادة سلبية أو عادة إيجابية، حاجتين، يا إما بوعي أو بدون وعي. مؤشر اللي هو المحفز، انا عايزه اعمل الحاجه الفلانيه وعايزه اكتسب وعايزه ابقى مش عارفه واظب على القران وعايزه واظب على المذاكره وعايزه انام بالليل عادي زي الناس واصحى بالنهار. كل ده محفز بيخليك يدفعك اصلا ان انت تفعل العاده دي، سواء كان المحفز ده مرئي او مسموع او حديث داخلي في المخ او كتابه انت كتبتها مع نفسك. تمام. تاني حاجه من مكونات العاده الروتين، وده الحاجه اللي بناكد عليها، ان انا بفضل اكرر 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 بس تبقى حاجه كويسه. سلوك العاده او فعل العاده نفسه بكرره، زي القراءه، انا دايما اقرا قبل النوم، انا دايما هخصص مثلا الورد بتاعي بعد الفجر،
او ان انا افتح الكتاب وابدا في القراءه هي في نفس الوقت في نفس الطقوس في نفس الحاجه. بس اقول لكم تكايه كده في اخر الحلقه ازاي يبقى الامر ده مستمر وما اقعدش شويه وارجع تاني. تالت حاجه من مكوناتها المكافاه، ايه العايد عليا؟ ما هو اي حاجه هتعملها لنفسك تقول لك ايه العايد عليا ان انا اعمل العاده دي، ان انا اما اجي اقرا مثلا ايه المكافاه اللي هتعود عليا، ايه الرضا النفسي اللي انا هحصل عليه، بالمعرفه او ان انا اعرف معلومه جديده او ان انا مبسوطه ان انا انجزت اللي انا عايز اعمله. من الامور السيئه ان المكافاه من العادات السلبيه بتكون سريعه. عشان كده تقول لك ايه، انا واخده المكافاه منها سريعه، زي الواحد اللي ياسر بيستمتع انا باكل الاكلات السريعه، او ان انا مثلا اعمل عمل وقاعده مثلا الناس اللي بيلعبوا مثلا ببجي ولا بيلعبوا لعبه، ما انا فرحانه وسعيده وكل الهرمونات بتاعتي السعاده، ما انا في حاله فايه مضيع وقت. لكن المكافاه من العادات الايجابيه بتبقى مؤجله شويه، او بعد نشاط بدني مثلا، او بعد ما تعمل رياضه معينه، او بعد مثلا ان انا اقعد اخلص 30 صفحه عشان اعرف مثلا الكتاب بيتكلم عن ايه او اخد مثلا الفايده منه. لكن العادات السيئه بيكون اضرارها مش ظاهره في الوقت الحدث، لكن بتبقى اللذه بتاعتها والاستمتاع بيها بيبقى في لحظتها اسرع، وده مش صح. طب ايه الوقت بقى اللي مطلوب عشان ابني فيه عاده ايجابيه؟ قال لك 21 يوم او 30 يوم او 40 يوم. من 7 ل 21 يوم بتتكون عاده، بصحى الصبح واقوم جايه مش عارفه مصليه ومتوضيه ومصليه، وبعدين هقرا قران، وبعدين مش عارفه هم اعمل ايه، اشرب النسكافيه، وبعدين هقعد اكتب الورد، وبعدين هقعد اقول مهام بقت عاده. من لو عملت كده من 7 ل 21 يوم خلاص بقى السلوك ده بالنسبه لي عاده. اكتساب العادة يا جماعة بيمر بثلاث مراحل، مقاومة البداية، أكبر وأصعب مرحلة بتحتاج لقوة إرادة، مجاهدة نفس، عزيمة عشان ما مش قادرة مكسلة، حاجة جديدة بتتعود عليها المخ والجسم، فأمر طبيعي أن يحصل فيها مقاومة. تاني حاجة من مراحل اكتساب العادة مفيش راحة، يعني بتيجي بتنفسي كده وف بقى وصحية ومش قادرة ولسه المذاكرة ولسه هنز ولسه مش عارفة هتروح مثلا تلعب قد إيه ولسه هتروح في الرياض، في 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 مجهود وفي عدم راحه، وبيحتاج لقوه اراده طبعا، يعني قوه اراده في البدايه وقوه اراده بعدم الراحه، لكن مش زي المرحله اللي قبل كده. المرحله اللي قبل كده انت خدت الطلعه خلاص، لكن بعد كده بيبقى اقل، بس طبعا بيبقى في عدم راحه، لكن محتاج طبعا استمراريه. ثالث حاجه التلقائيه بقى، خلاص بقت العاده اترسخت وبقت سلوك طبيعي عندك، تمام، السلوك بقى عاده طبيعي والمخ متاقلم عليه، مش محتاج قوه اراده ولا حاجه، وبيبقى بيفعلها بشكل تلقائي ومريح. لو تجاهلنا مرحلة الحماس، انك في بداية كل مرحلة او عايزة تعملي حاجة بيبقى فيه حماس فبيدفعك فيها، لكن الحماس بيبقى فترة قصيرة وما بتدومش، لكن اصرارك والمقاومة والارادة هم اللي بيخليك تكملي الايه، تكملي موضوع اكتساب العادة دي. مش شرط وقت محدد، لان كل مرحلة لها وقت معين، مش شرط كل مرحله لها امر، وكل انسان على فكره بيبقى له وقت محدد او معين مختلف عن التاني لاكتساب العاده. طيب في حاجه كمان عايزه اقولها، في حاجه اسمها العاده الجوهريه، اللي هي ايه؟ الحاجه الاساسيه بتاعتك. في عادات اساسيه بتساعدك على اكتساب باقي العادات زي الرياضه، القراءه، الصلاه، وفي عاده جوهريه بتختلف من شخص للتاني. لا انا عندي العاده الجوهريه الصلاه في وقتها مثلا، او عندي مثلا العاده الجوهريه هي القران. انا اسعى ان انا اثبت الحاجه الاساسيه اللي انت لا مواظبه عليها وحاسه ان هي جواكي حاجه اساسيه ما تقدرش تستغني عنها، وبعدين ابتدي اسعى في اكتساب باقي الايه، باقي العادات. لو كانت العاده دي صعبه وانت ما عندكيش مهارات اصلا لبقيه العادات او السلوكيات الكويسه، ابداي بالعادات والسلوكيات البسيطه، ودي من مهارات اكتساب الايه، اكتساب العاده. خلي بالكم من النقطه دي عشان مهمه جدا. طيب في سؤال بقى ولازم ابقى واخده بالي منه جدا، امتى واين وكيف تكتسب العاده؟ بصوا يا جماعه، التخطيط علشان اكتسب عاده ايجابيه لازم اقول امتى الكلام ده. التخطيط يعني ايه؟ ان انا ما اكتفيش بالنيه، 3 عصافير على الشجره نووا ان هم يطيروا، 2 هيطيروا، اتبقى كام عصفور؟ اتبقى 3، لان هم ما طروش، هم لسه النيه بس فين العمل؟ لا، ما نكتفيش بالنيه، لازم في فعل العادة أعمل فعل، أعمل تنفيذ. أنا هقرأ 10 صفحات من بكرة، أبتدي أعمل كده فعلا. والأفضل أنا أقول أنا هقرأ، بصوا بقى التحديد، بكرة قبل النوم 10 صفحات من الكتاب الفلاني اللي هيبقى جنب السرير محطوط كذا وعليه العلامة. عامل إيه؟ بحدد إمتى وإزاي وهبتدي والوقت اللي هعمل فيه والكيفية إزاي.
تبتدي. اما بقول كلام عام كده مش صح، الكلام العام الغير محدد المخ ما بيفهموش. طب ازاي ابني بقى يعني يبقى عندي خطه او استراتيجيه فعاله لاكتساب عاده ايجابيه جيده؟ اول حاجه الادراك، ان انا ادرك، ودي اول خطوات التغيير على فكره، ادرك ايه الواقع اللي انا فيه، فحص مستمر ايه اللي انا محتاجاه وايه اللي انا مش محتاجاه، واكتب واقول انا محتاجه الحاجه الفلانيه ومحتاجه السلوك الفلاني ومحتاجه ده، يبقى عندي عاده عدم حاجه ما بجتهدش فيه. يبقى اول حاجه الادراك، تاني حاجه اتخذ القرار. يلا خد النيه وخد القرار ونفذ بايه بالتحديد. تالت حاجه لازم نواجه العقبات اللي قدامنا وبحكمه وبتريث. قابلتني حاجه يبقى في مرونه، طيب الوقت ده مش مناسب، طب اخد وقت قبليها بنص ساعه، طب الوقت ده مناسب، وهكذا. واكتب ايه الحاجات اللي مناسبه ليها في خلال اليوم والحاجات اللي مش مناسبه. رابع حاجه في استراتيجيه اكتساب العاده الايجابيه، ان انا اصنع دفتر يوميات، وده مهم جدا جدا. اكتب دفتر اكتب فيه ليه؟ عشان يبقى فيه عندي مكاسب واعرف اخطائي ايه واخطات النهارده في ايه واصلح تاني يوم. خامس حاجه في الخطوات، ان انت بتعمل على تغيير البيئه. تغيير البيئه بيساعدك على اكتساب العاده. طول ما انت في نفس المكان في نفس الحاجه في نفس المعطيات هتعمل ايه؟ هتدي نفس النتائج، وده مش صح. سادس حاجه، ان انا اركز على يبقى عندي الروتين الايجابي اللي انا عايد عليا بالخير وعايد عليا بالصح. التركيز كمان، ودي سابع نقطه، على عاده ايجابيه واحده في كل مره، بلاش خمس ست حاجات مع تبقى متحمسين بقى، خمس ست حاجات مع بعض. طيب انا عندي من الاسئله اللي انتوا بعتوها خاصه بموضوع العادات الايجابيه، خلينا اقرا لكم كده. تغيير العاده بيكون في سن صغير ولا سن كبير؟ ها تغيير العاده في سن صغير. وبيبقى افضل لو انت اشتغلتي على نفسك من دلوقتي. يعني مثلا بنات 12 سنه تفهم اللي انا بقوله. كنت عملت مره دوره للبنات في سن 12 سنه والله وسن 9 سنين، واستجابوا جدا وكتبوا ايه اللي محتاجين يغيروه وايه اللي مش محتاجين يغيروه. كل الكلام ده مهم، بس ان انا ابتدي واتبع الخطوات اللي احنا قلناها. يعني ادعو الله سبحانه وتعالى ينفعكم. دي كانت كده يعني خاطره بسيطه، ادعو الله سبحانه وتعالى ينفعنا واياكم بيها. خلينا ناخد اول اتصال معانا. انتصار من مصراته. سلام عليكم. أيوة يا انتصار. عليكم السلام. السلام ورحمه وبركاته. يا اهلا دكتوره. يا اهلا وسهلا، نورتينا. الله يبارك فيك. اكيد نشكر مكالمتي مثل المقدمه البرنامج، ان شاء الله معنا خير يا رب. يا تدعوا لها بالشفاء يا استاذه منى، ان شاء الله تشرفنا يا رب، تشرفنا المره الجايه باذن الله. والله نحبك في الله يا دكتوره اولا، ثانيا انت تتحدثي عن الايجابيه، سمحيني حسيت روحي كانت تحكي عن شخصيتي، والحمد لله يعني ما شاء الله غرور الحمد لله رب العالمين. نقاط وخاصه حكايه السرد والمذكره، الحمد لله عندي مذكره من صلاه الفجر، يعني بنحط راس على المخده نكتب شنو درت في حياتك في اليوم ككل يعني، ونصلح والحمد لله. الحمد لله. بشهاده الاصدقاء وباعتبار حتى سائل راس الراديوات وعارفين الحمد لله، يعني يقول صوتك ومحترم قدرك تجيب الايجابيه، وانا دائما اتحمس يعني اخرين بايجابيتي مش ايجابيتي لنفسي فقط. الله. يعني تعديت مرحله تجيب الايجابيه لنفسي. ما شاء الله. تحب الايجابيه نعطيها للغير يعني. الله الله. خواتي مجتمعي ككل العائل، يعني حتى في الحمد لله والعالمين يعني يحبوا يعني مشاركتي بدون غرور. تجربتي حبيت نقول لك يعني الحمد لله الايجابيه موجوده، الثقه خلاص موجوده، التغيير دائما دائما احب التغيير ان شاء الله. حب يعني تقول في شرور يقول انتصار، لا نحب نساعد الاخرين. الله. في الوقت يعني شو نقول ابتسام، مش لازم تقول انتصار عملت كذا، مش لازم تقول انتصار لا، حب يعني تغير الاخرين يعني الحمد لله. وحاجه ثانيه النقطه الاخيره دكتوره، ثقي وانت ادرى يعني ان الايجابيه والشخصيه تكون بعد مرحله نقول حزن، عندي كانت الوالده الله يرحمها والوالد مراحل صعبه مرت فيهم، فالحمد لله شخصيتي انت على ارض خصبه يعني، هي الايمان بالله وان الاتي الجديد افضل، وانك تعطي ثقه حتى بعض الاصدقاء ولو حتى اخطاوا سامحي. الله عليك والله. يعني اخت انتصار ربنا يبارك فيكي، ومن الحاجات الجميله من اجمل المكالمات اللي جات لنا صراحه، ربنا يبارك فيكي ويجعلك دايما ايجابيه. شكرا ليكي ولاتصالك. بارك الله فيك. شكرا شكرا ليكي يا حبيبتي. معانا احمد من البيضاء. سلام عليكم يا احمد. السلام عليكم. اهلا وسهلا. كويسه؟
الحمد لله. اتفضل. الله يبارك فيك، هنوقع البرنامج الطيب هذا. الله يبارك فيك. وفيك، وانا عندي موضوع قد يكون خارج عن الموضوع هذا يعني. اتفضل انا معاك. الله يبارك فيك، انا بس يعني كمساعدة لوجه الله سبحانه وتعالى بس نبحث على زوجة صالحة يعني اذا كان في امكانية. طيب بص يا اخ احمد، يعني هو يعني خليني اجاوبك وبعدين ناخد الاتصال اللي بعده. أما تجي تدور على زوجة صالحة، كلم أهل الصلاح اللي حواليك، صاحبك، أخوك، زوجته الصالحة، أختك، عمتك، خالتك، يا جماعة واكتب عشان تبقى ناصح كده وتحدد. أنا عايزها مثلا في حاجات أساسية ما ينفعش إن أنا أتخلى عنها، مثلا دينها، حجابها، قرآنها، مستواها مثلا الثقافي أو التعليمي، ولهم الحاجات دي أساسية، القبول المبدئي. وفي حاجات بقى تانية ممكن يعني ايه كل شاب بتختلف من التاني، وحط مواصفاتك، وانا يا جماعة مواصفاتي 1 2 3 وقدرتي ان انا اتجوز مثلا في 6 شهور في سنة وهكذا، ودي النوت ده لوالدتك، لعمتك، لخالتك، لاخواتك البنات، لزوجات اخواتك الصبيان والناس الصالحة في المقارئ وهكذا. ادعو سبحانه وتعالى يزوجك بالزوجة الصالحة التقية، اللهم امين. وما فيش اوبشن في البرنامج عندنا للتزويج حاليا يعني. ربنا يبارك فيكم. معانا ام نور من مصراتة. منور، سلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتورة، وأنا بحبك قوي يا دكتورة. أحبك الله يا منور، ربنا يبارك فيك. ألف مبروك على الماجستير وعقبال الدكتورة يا رب، وتكوني بصحة وسلامة يا رب. الله يبارك فيك. الحمد لله. الحمد لله. شكرا. ألف والله سلامة. أنا فرحت بتهنئات الناس، يعني تهنئات الناس عملت لي نوع من الفرحة كده. شكرا ليكم والله. شكرا. طبعا والله، ألف مبروك ومن نجاح لنجاح يا ربي دايما يا ربي يا دكتور. الله يبارك فيك يا حبيبة قلبي، الله يكرمك يا منور. ليكي سؤال. ايه عندي بنت صغيرة يا دكتورة 4 سنين. شقية خالص خالص خالص، وبتخرب كل حاجة في البيت، مش عارفة اتعامل معاها ازاي. هي عندها 4 سنوات. في اخوات اكبر منها او بعديها؟ هي الصغيرة دلوقتي حاليا، وعندها اكبر منها ب5 سنين، يعني هي عندها دلوقتي 5 سنين ونص، يعني اكبر منها بسنة ونص. سنة والكبيرة 11 سنة. تمام. قوليلي كده، قوليلي بس كده يا منور قبل ما اقفل معاكي، موقف من مواقف الشقاوة اللي انت شايفاه ان هي شقية كده، قولي موقف واحد بس. يعني مثلا حاجات يعني دلوقتي حاليا، يعني انا في ليبيا دلوقتي، فمقدرتي ما مش قادره اعمل مطبخ يعني. فالحاجات يعني التوابل الحلل او كده حطها ايه تحت الرخامه، يعني كده تحت الحوض يعني في الرخامه، فبتلعب في الحاجه. عملت رف يعني، قلت لزوجي اعمل رف بحيث ايه ما تلعبش في الحاجه. عملت رف وتحته الغساله، تطلع على الغساله حتى ما غطت الغساله اتكسر. دي حاجه بسيطه يعني، مش عارفه اعمل ايه معاها. هقول لك على فكره ممتازه. حاضر. تمام. ايه سؤال تاني بعد اذنك يا دكتوره؟ اتفضلي. كنت اتصلت على حضرتك قبل كده وقلت لك ان انا عندي 3 بنات وزوجي عايز ان انا احبل تاني، وانت قلت لي على كام اقتراح، وقلت لي شوف ايه اللي مخوفك وكده. انا خايفه يا دكتوره انني احبل واجيب بنتي تاني يعني رابعه، وانا بقول قيصريه ومش قادره اتحمل. فبعدين ايه يعني شفت، دخلت على النت شوف شو يعني، سمعت شيوخ افاضل يعني عن موضوع الحن المجهري. فكلمت مع زوجي كان رافض في البدايه وبعدين وافق وكده. بس يعني كنت في الاول لما انت يعني انت ما انت قلت لي شوف الخطوات دي، انا دعيت ربنا وقلت يا رب يصل الخير. كنت انا اصلا لما اتكلم موضوع الحمل ده بتعب نفسيا واحس ان انا ضغط كده نفسي. دعيت ربنا قلت يا رب يصل الخير، يا رب انت اللي عارف الصالح يعني ليا ويسره لي. فلقيت انشراح في صدري كده وحسيت خلاص ان موقع الحمل وكده. يا عسل. الحمد لله. وبعدين هو وافق وكده. بس بحس لما جدع ربنا، بحس لما يعني ان انا اقول مثلا عايزه يعني ان انا اعمل موضوع الحمل، وان انا عشان اجيب ولد ده وجوزي يعني ايه يعني خلاص ده يسيبني في حالي. فبعدين بحس ان انا يعني مش عارفه، حاسه اللي هو يعني مش عارفه حلال ولا حرام، ان انا لو عملت الحمل المجهري او كده مش عارفه يعني. طيب. مش عارفه اعمل ايه. وبارك الله فيك يا دكتوره. يا رب وإياك. ربنا يبارك فيك يا منور. معانا نيفان. نيفان من هولندا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت نيفان. كيفك دكتورة؟ دكتورة هلا، منور البرنامج. الله اليوم. الله يبارك فيك يا نيفان، ربنا يبارك فيك. ألف ألف مبروك على شهادة الماستر، والله فرحنا لك كلنا يا ربي. ربنا يبارك فيك. الله يوفقك يا ربي. الله يخليكي. شكرا. الله يخليكي.
والله سؤال. فرحنا كلتنا. اي والله يكرم. كان عندي سؤال دكتوره هاله، اول مره قلت اتصل ابارك لك على الشهاده وان شاء الله يا ربي الله يخليها في ميزان حسناتك وربي يجازيكي الف الف خير يا رب. وإياك. كان عندي سؤال لابني الصغير. تفضلي. ادم لساته 4 سنوات. نعم. بس ادم ما شاء الله ما شاء الله رب العالمين يكتب خط حلو. أنا سامعة منك ومن كتير إنه إذا عمر صغير لسه العظم اليد ما بتكون كاملة، يعني بيمسك القلم هو بيمسك حلو وبيكتب حلو. تمام. فهل هذا له تأثير حاضر في المستقبل؟ حاضر حاضر طبعا، حاجة تحفة جدا، وهقول لك تعملي بتستغليها إزاي ان شاء الله. وجمانة كمان عمرها 6 سنوات، بس يعني جمانة قلت مسخين يعني، يمكن العفو انه يعني عمرها عادي انه تكتب. بس ادم ما ادم يعني لسه ما كان صاير ما شاء الله 3 سنوات كان يكتب بيرفكت خلاص يعني. تمام. ما شاء الله. تمام. هجاوبك ان شاء الله. لك حاجه تحفه جدا. شكرا شكرا ليك والاتصال كتير. شكرا لك، نورتينا وياك يا حبيبتي. وياك شكرا. معنا ام محمد من سرت. ام محمد السلام عليكم. ام محمد تسمعيني؟ اي طيب، فصل ام محمد. معنا فاطمه من طرابلس. السلام عليكم يا فاطمه. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا. الله يبارك فيك. كيف حالك دكتوره هاله؟ اهلا وسهلا يا فاطمه، منوراني. نبي نسألك يعني دواء، احنا ناس متفائلين هلبة، كيف نتعامل مع المتشائمين هلبة هلبة هلبة؟ والله ده انت سؤالك تحفة جدا. حاضر. والله تحاولنا معاهم ما فيش فايدة يعني، مع ان هن مع 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 لكن هم يدعوا ان هم متفائلين، لكن هم مش متفائلين. ايوه ايوه. متشائمين ديما حالتهم حالة. ايوه هلبة هلبة. ومعلش يا دكتوره هاله، بدك تكلمينا المراه بعد ما تتجوز صغارها وتجوز كلهم وكلها، كيف تتعامل في الحياه هذه؟ كيف تتصرف؟ تقصدي بتتجوز يعني 50 بتتصرف يا حبيبتي؟ حاضر حاضر. شكرا بارك الله فيك. حاضر. الله يحفظك. سلمي. معانا مين؟ معانا سميره من طرابلس. السلام عليكم يا سميره. من مصراتة. تمام. سميرة من مصراتة. السلام عليكم سميرة، معايا؟ السلام عليكم. قطع الاتصال. معانا أم أمير من المغرب. السلام عليكم يا أم أمير. عليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا. أهلا بك، ترحب بك الجنة. أنا متابعين البرنامج ومن أشد المعجبين بك. عندي لك مجموعة من الأسئلة. اتفضل. اول حاجه، انا عندي مشكله مع ابنائي، ديما كنتابع الدروس ديالك وكناخذ قرار انني ما نعاودش نضربهم ونتعصب عليهم. ولكن استني 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 يا ام امير بالراحه، عشان منا مشينا، فانا يعني ايه حبه حبه عليا في اللغه دلوقتي. انت المشكله مع ابنائك 10 سنوات امير 8 سنوات وغالي 4 سنوات. تمام، ممتاز جدا. ايه بقى المشكله معاهم؟ أخذ قرار بعد الضرب أو الغضب، ولكن في الآخر لا أستطيع السيطرة على نفسي. إيه غضب؟ بتغضبي عليهم في التربية؟ بتكلم بصوت مرتفع وأحياناً أقوم بالضرب. حاضر هقولك، اسمي حاضر. وعندي حاجة تانية. أمير من أسد المعجبين بك، لدرجة أني كنقول لي غنعيط للدكتورة هالة، سأتصل بالدكتورة هالة كي يدير ديك الحاجة اللي كنطلبها منه، لأنه متابع البرنامج ديالك ديال قصص الأطفال. تمام. وحتى كيتابع معايا البرنامج دائما وكيتصنت لك. حاجة أخرى، عندي مشكلة مع صلاة الفجر. أنا ديك المرة اللي فاتت اتصلت بك وسألتك، أتمنى أنك تدعي لي الله أنني نثبت عليها. دائما كنحاول ثبت عليها، ولكن ما لحد الآن لحد الساعة لم أقدر. حاضر هقول لك. أنا والله التزمت ماشي بزاف ديال الوقت. حاضر هقول لك على 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 نصيحة جميلة لموضوع صلاة الفجر. اسمعيني. ماشي يا أم أمير، شكرا لك ولاتصالك. معنا حنان من مصر. السلام عليكم يا حنان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إيه دكتورة هالة؟ أيوة نعم، تفضلي. بحب حضرتك جدا والله. أحبك الله يا حنان يا جميل. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ أيوة تفضلي. أنا هتكتب كتاب إن شاء الله بعد فترة. تمام.
فانا عايزه اعرف يعني كل حاجه في تطبق على الزوجه تطبق عليا انا، يعني مثلا اعرف ان الزوجه اذا غضب عليها زوجها وكده تبقى ملعونه من الملائكه، فانا يطبق عليا كل ده ولا ايه؟ حاضر حاضر يا تقوت، حاضر، ربنا يجعلها زيجة صالحة إن شاء الله. حاضر، اسمعوني إن شاء الله. الله يبارك فيك. نبتدي نجاوب كده على الأسئلة. معنا انتصار من مصراتة، كانت بتقول إن هي إيجابية جدا وبتحب التغيير وبتحب تعمل العادات إيجابية وبتحب بتعمل السلوك الصح لها وتفيد وتساعد الآخرين، وده أنا حييتها عليه وربنا، واجعل يعني أدعو الله سبحانه وتعالى الناس كلها تبقى بنفس القصة كده. وجاوبنا على أحمد. عندنا أم نور بقى، أم نور من مصراتة بتقول بنتها 4 سنين وشقيه جدا جدا، فانا سالتها هي يعني ايه حدود الشقاوه، فقالت لي ان هي المطبخ في الصاله، فهي البنت بتاخد التواب. طبيعي طبيعي، دي فتره، ده بيبقى فيه مطبخ ومقفول وبيخشوا يفتحوا المطبخ وياخدوا الحلل ويقعدوا جواها، يعني عايزه اقول لك فده شيء طبيعي. ايه البديل؟ ده ما يتقالش عليها شقيه، خلينا بس عشان نبقى واضحين، ما يتقالش عليها شقيه، ده ان دي فتره. ايه بقى البديل؟ ايه البديل؟ اجيب انا ادوات بقى اللعب بتاعت المطبخ واعمل لها ترابيزه صغيره، والتين الصلصال اعمله بقى، ادي البطيخه وادي اللحمه وادي الرز، واحط بقى مثلا التفاحه كده وعليها او الطماطمايه وجواها نقطه، تبقى تحفه جدا وفرحانين، وادي الاكل بتاعها بنطبخه في التين الصلصال في الاواني اللعبه بتاعتها، واشبع عندها الامر ده، دي فتره. فمش ده ما اقولش عليه تحطيه وتحط رفه تطلع فوق، تقول لك فوق الغساله وتجيب الرفه، طبيعي. لكن لما نعمل لها البديل ده بتاع الكبار، ده بتاعك بقى، ده بتاعك وده مطبخك ودي حاجتك ودي ادواتك، والحاجات دلوقتي كلها موجوده وبالباغ، يعني مش شرط الامر يبقى غالي، يعني ده بالباغ وبالبلاستيك وحاجه بسيطه، بس اهم حاجه ان انا اشبع عندها الامر ده، ده جزء. النقطه الثانيه نقطه عاوزه اجيب الوصايا بقى بتاعت الولد، يعني عايزه حمل، والحمد لله ربنا يعني يسر نفسيتك لموضوع الحمل، عايزين حته بقى الوصايا. بصي يا بنتي، انت بتتوكلي على الله سبحانه وتعالى وبتسالي في اكلات، يعني في مجموعه من الدكاتره او اخصائي التغذيه كانوا منزلين مجموعه من الاكلات بتاكليها تقريبا، مش عارفه قبل موضوع الحمل بثلاث شهور لست شهور، وبعديها بتقومي بموضوع الحمل ده، بيقول بيساعد انه ده يبقى جنين ولد الجنين بنت. في ناس جربوا وقالوا كده، جربي، وما تجربي ارمي توكلك على ربنا وادعي ربنا، واللي فيه الخير ربنا هيجيب. ادعو الله سبحانه وتعالى ليكي والبناتك ولزوجك واهل بيتك يا منور بالخير، اللهم امين. نيفان الجميله اللي بتعتبر من الفان بتاعنا وبتاع الحلقه، الضيفه مستمره ومستديمه عندنا، بتقول ادم 4 سنوات وخطه حلو جدا وبيكتب بخط حلو جدا، وهي خايفه لان معظم الدراسات بتقول ان قبل 4 سنين ما بتبقاش عظم الايد كامل، فهي الامر بالنسبه لها خايفه، بس هي خطه حلو جدا جميل، في قدرات في طفل كده، بس هو عادة فعلا ما بيكملش قبل 6 سنين فما نضغطش عليه، لكن هو حابب وكتب وخطه أحسن حتى من أخته الكبيرة، لا ده ممتاز جدا، ده أنا أعلمه أنواع الخطوط وابتدوا أجيبها له الأول بالرسم، وادي الرسم العثماني، وادي الخط مش عارفة اللي فوق السطر، وادي خط الميم، وادي النون مش عارفة فوق وتحت، وادي الهمزة فين، تحفة جدا، ويبقى يعني مبسوط جدا جدا إن هو اتعلم حاجة زي كده، وبيبقى بالرسم الاول وبعد كده بيبقى بالايه بالكتابه، يعني رسم تلوين عليهم بالحدود وبعد كده تلوين، وابتدي بقى عيش حياتك بقى، عيش حياتك بقى، يا اما رسمه صوره عن طريق الخط، يعني يكتب الكلمه برسمه، يكتب الكلمه بتعبير، ده هيبقى ممتاز جدا. استغل الامر دوت، ما تضغطيش عليه، يعني مش انت تمسكي الايد ويلا واكتب لا 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 لا، هو براحته بيمسك بيعمل، بتبقى قدرات طفل عن طفل، لكن الصح فعلا هو قبل 6 سنين بتبقى عظم الايد مش مكتمل، فما نضغطش عليه، لكن كده يبقى خير وبركه، ده حاجه جميله. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا نيفان، وشكرا ليكي على تهنئتك حبيبتي. معانا فاطمه من طرابلس، كانت بتقول ازاي نحاول مع المتشائم؟ ابشرك يا فاطمه ان دي محتاجه 10 حلقات. ليه بقى؟ بصي يا بنتي، الناس المتشائمه، الناس المتشائمه دي ناس عارفه، ناس كئيبه، ناس اصلا عندها خلل في العقيده وسوء ظن في الله، يا هيحصل لي ويجرى وكذا وشكلي وحالي، فاقدين ثقه، منظومه الظن في الله ذات نفسها خربانه، ما عندهمش حسن ظن في الله، عقلها وتوكل، باخد بالاسباب وبعمل كده، برمي توكالي على ربنا سبحانه وتعالى، فبيبقى شيء طيب ديت، يا دول عندهم سوء ظن،
وعندهم فقد ثقة وقلة ثقة في نفسهم، وعندهم توقع الأسوأ دايما دايما، كأن نهاية العالم ومؤامرة الكون عليهم، متشائمين هيحصل وهيسوي كذا وهيفشل 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 وهيفشل، مش نافعين مش نافعين مش نافعين. فالعطفان بيبقى شيء سيء جدا وبيبقى حاجة مش كويسة على فكرة. نعمل ايه معاهم؟ والله نحاول نبص روح الامل والتفاؤل، اهم حاجه ما ينضحوش عليكي، يعني اهم حاجه انت ما تمتصيش الطاقه السلبيه والتشاؤميه اللي فيهم. دايما مبتسمه، دايما عندك حسن ظن في الله، وعندك حسن امل وبس امل كده وروح جميله. هما انت اللي تخلي دوت، هما نفع نفع ما نفعش، انت ما تاخديش السلب، وده شيء مهم جدا. طب الحدود ازاي؟ الحدود لو لقيتي نفسك لا بتتعبي نفسيا، لان ساعات فعلا الناس تتعب نفسيا من الناس المتشائمه دي جدا وتكابها، تبقى الواحده جايه بنفسيه تحفه وفرحانه وتبص كب ابوها مش عارفه عملوا فيها ايه، لا اعمل حدود، سلام عليك، وحيد العلاقه. ادعي الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم امين. ناخد طيب اتصال وبعدين نكمل. ناخد معانا ساره من فرنسا. السلام عليكم يا ساره. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامله ايه يا دكتور؟ اهلا وسهلا. ازيك؟ انا مبسوطه كتير لانك اكلم حضرتك. الله يبارك فيك، منورانا. اهلا وسهلا. انا من الجزائر بس عايشه بفرنسا. اجدع ناس والله، ناس المحترمه. الله يخليك يا دكتور، ربنا يحفظك يا دكتور. الله يكرمك. بصي يا دكتور، انا عندي مشكله صغير عايزه اخد رايك فيه. عينيا ليك، اتفضلي. هو أنا في راجل متجوز، هو مصري متجوز وعايش هنا بفرنسا، مراته بمصر، بس بيقول إنه العلاقة مع مراته متوقفة يعني ومع عياله. بس مش ده المشكلة، يعني المشكلة إنه محلله أربعة، الشر محلله أربعة. تمام. المشكلة بقى في أهلي إنهم مش عايزين، مش قابلين، مش راضين خالص بفكرة إنه اتجوز حد أجنبي. يعني أنت بكري يا سارة؟ لا، انا متجوزه مرتين يا دكتور. معاكي اولاد؟ واول جوازه ليا، لا اول جوازه ابويا غصبني جواز، انا لسه بعمر 21 ما كنتش جاهزه للجوازه خالص، بس بابا غصب الجوازه وبعدها خلصت بطلاق. وتاني جوازه بقى ما حصلش نصيب، جوزي كان مريض يعني ما قدرش اعمل عيال معاه ولا اي علاقه معاه، خلصت بطلاق برضو. حاضر هجاوبك. والمره ديت انا عايزه استفسر، يعني هل لو قبلت ان اتجوز بيه يعني انه انا ست اهلي؟ حاضر هنصحك واقول لك. ولا حاضر اكمل يعني كده علاقتي معاه؟ انا بعلم انه انا بحبه قوي وعمري ما غلطت معاه، بس متشبكه فيه قوي يعني مش عايزه اسيبه. حاضر. انت بتتكلمي مصري يا ساره ولا جزائري ولا فرنسي ولا انا بتكلم كل اللغات؟ طب تمام ماشي، حاضر هجاوبك. انا دلوقتي صار عمري 30 سنه بعده. حاضر هجاوبك. يعني بظن انه عقلي كافي يعني عشان ياخد قرار ويختار الصح من الغلط. ايوه طب هقول لك هنصحك ان شاء الله. اسمعين. ناخد معانا اتصال تاني. عزيزه من البيضاء، السلام عليكم يا عزيزه. وعليكم السلام دكتور، كيف حالك؟ اهلا وسهلا. كويسه؟ الحمد لله. مبروك على الماجستير. الله يبارك فيك. والله فرحتيني. انا والله معجبه بيك ونحبك موت بصراحه. حاولي نسمعها منك نديرها، يعني بعملها يعني زي ما تقولي، عرفتي؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك يا رب. الله يسلمك ويبارك فيك، وان شاء الله بميزان حسناتك. الله يكرمك. الله يكرمك. يا دكتوره معلش بدي احكي لك على موضوعي يعني ببساطه. انا متجوزه لي 12 سنه وعندي 5 اطفال، عرفتي يا دكتوره؟ وانا خريجه بكالوريوس وقاعده في البيت. تمام. تربية على فكرة يعني. تمام. عرفت يا دكتورة؟ وفي نفس الوقت عندي مشاكل مع زوجي. زوجي أكبر مني ب 12 سنة أو 13 سنة، والحس فيه أنه استغلالي، عنيف يعني، سنة طويل كما نقوله نحن، الكلام معه صعوبة ما نقدرش نطلع من النتيجة. أصبحت معاش عندي بالي ضيق زي ما تقولي، عرفتي؟ أيوه. ومعاش نقدر نحكي معاه بسهولة. أثر هذا سلبا على الأطفال طبعاً. مانيش قادر اربيهم، صغار اصغر واحد 3 سنوات. وما عادش قدرت اني نهتم بيهم لا نفسيا ولا معنويا، ولا نفسيتي تعبانه ومحبطه. حسيت اني انا ما حققتش ولا حاجه من اي حاجه انا نديرها كنت يعني في احلامي قبل ما نتجوز. ولذلك تم وصلت للطريق مسدود، انفصال، عندي اطفال ما نقدرش نسيبهم. عرفتي يا دكتوره؟ قولي لي بس يا عزيزه، انت جربتي تقعدي معاه وتتكلمي وتقولي له على الحاجات اللي فيه ده؟ يا دكتورة قال لك ايه؟ يعني قولي لي رد فعله ايه؟ لما نحكي معاه مثلا صار اي موقف تفيض يكون يعني اللي بتبص زي ما تقول مصريه هيك، يعني في مصر
بيزعل لينا 10 ايام عشان قلت له ليش تلفتت؟ انا مصبيه معاه في الشارع ليش تلفتت؟ 10 ايام يا دكتور ما صارش معايا. جيت حبيت على ايديا قلت له معلش انا زوجتك سامحني ولكن ما يجيش فوق هذا كله يا دكتور انا نتقاضى في راتب والدوله عملت لي تفريغ في البيت عشان الاطفال بياخذ فيه ما يشوفش منا ولا جنيه ولا جنيه. حكيت معي قلت له اعطيني منا بس يعني بس انا نعطيك ما نقول شيء انت زوجي والمالي مالك لكن ما يحبش اي مقايضه في اي شيء. يبي ياخذ وما يعطيش عرفت كيف وهذا كله وانا ما نبيش نقول اني قصر في حقه وبالاخر ذكر زوجي على حقوق وهكذا ولكن انا حسيت روحي اني اعطيه وما فيش مقابل نبي مقابل ماني شيء احس قلبي فارغ يا دكتوره احس روحي فاضيه نبي احساس مع احتواء نبي حاولت معاه واجد قبلت معنا نفسيا هو مش جاهز عنده نقص حنان عنده نقص عاطفي ما فيش ذكر 12 سنه ولكن ماني نحاول نفشل صار الاحباط والفشل معاه عرفتي دكتور ما فيش رد عليا انا نبيها المردود انا نستنى فيه منا ما نلقاش فيه يا دكتور هذيك انا تعبت وقول طاعه الزوج فوق هذا كله ولكن لما لقيت طاعه زوجي طيعه انا وكل حاجه يعني ما نقولش حاجه بك في كلام هذا يعني خلاص مكلم به ولكن في اشياء تم على نفسي على صحتي يعني ضغط الاعصاب في الفقرات عظامي من الضغط النفسي اللي انا نعيشه كل يوم بالشكل هذا لما نقعد ندي اي حاجه بسيطه ندي معه اسبوع وانا نشيل عليه يعني بالمحايله ونداديه ما فيش ما بيستجبش او يقعد ما فيش ايجابيه بتاعته تعبانه وضعيفه ولا كان يعني جاب لك حاجه بكيت عطر او شيء نقعد كانه جيب ذهب ونقول مش مشكله حلو بس يقعد في نتيجه ولكن انا تعبانه بالكلمه حاضر اجاوبك حاضر لو سمحتي حاضر شوي تبس يعني نقدر نساعد نفسي نساعد اولادي اهم حاجه عندي عيالي حبيبتي وعندي بنتين وصراحه انا ما نبيش نسيبهم وفي نفس الوقت ما نبيش نشوف ابوهم بالشكل هذا يعني حاول ان هم يبدوا احسن ناس معطيني دكتوره وبارك الله فيك شكرا لاتصالك شكرا لاتصالك ناخذ نور الهدى من بنغازي السلام عليكم يا نور الهدى نور الهدى معانا السلام عليكم فصل اتصال طيب ناخد محمد من غريان السلام عليكم اخ محمد السلام عليكم فصل اتصال ناخد محور من مصر السلام عليكم السلام يا محور. عليكم عليكم السلام ازي حضرتك يا دكتور الله. الف مبروك الاول على الماجستير وربنا يزيد حضرتك كمان وكمان يا رب والله شكرا بالعلم انا بس عندي سؤال استفسار لحضرتك اني انا عندي جارتي زوجها هي كبيره زوجها بس لسه متوفي ومعاها بنوتات واهلها غصبين عليها ان هي تقعد معاهم وبيقولوا لها لازم تقضي شهور العده مع ذي محرم هل هذا صحيح يعني ان هي لازم تقضي شهور العده فين عند اهلها يعني عند اهلها او مع حد محرم يعني اخ او خال او كده فهل فعلا ده صحيح ماشي وسؤال التاني انا عندي برضو يعني صاحبتي وكده زوجة تانية الزوجة الاولى طبعا هي مش زوج مش معرفها يعني ان هو متجوز تاني وحضرتك اتكلمت في حاجة زي كده وقلتي لازم بس هي عندها نوع من الغيرة القاتلة بقى يعني هو تبقى معاه مثلا كويسة جدا بس اول مثلا ما تعرف ان هو رايح البيت تاني هي دي الزوجة الأولى ولا الزوجة الثانية؟ لا دي الزوجة الثانية أنا لسه هتكلم عن الموضوع ده عايزة أقول لحضرتك بتنهار تماما بلوك وتقفل تليفوناتها وإنت مش بتحبيني وإنت خاين وإنت لازم تعرف زوجتك الأولى وهي حاليا حامل منه يعني وهو طبعا في نار بقى فمش عارف يعني راضي الزوجة الأولى ولا الزوجة الثانية ولا يعلم ولا يعمل ولا ينتظر صحيح مش عارف صراحة يعني يتصرف حتى يعني هو بيقولك انا مش هقدر حتى اطلق الزوجة التانية لانها مريحاني يعني وسعيد معاها حاضر هجاوبك حاضر متشكرة جدا شكرا لك يا مهم معانا ام صهيب من الجزائر سلام عليكم يا ام صهيب سلام عليكم يا دكتورة اهلا وسهلا الف مبروك يا مشرفانا الله يبارك لك والله شكرا ليكم مش عارفة أقول لك كيف أنك تعطينا طاقة إيجابية هيك ودافع يعني لهذا حتى أتخرج الدراسة بعد غياب 11 سنة أو أكثر يعني. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي ربنا يكرمك لك سؤال
سؤالي هو انه تنصحيني كيف نربي مع زوج اغلب الوقت غائب بسبب العمل، ولما يجي يكون اغلب مشاكلنا انه اختلاف في اساليب التربية. انا يعني بربي مش بتربية ايجابية حديثة وعلى المسطرة زي ما بنحكي، بس شوي هدي، وما عندي ولد عمره 5 سنين هو الكبير، فهو بده لا حزم وبده يطلع عجل وتعرفي. وانا لسه صغير ما بدلعش، وفي نفس الوقت لا الحزم اللي بده اخونه نقول لا. فاغلب مشاكلنا بتكون على اساليب التربية، وقد ما حاولت اني اغير فقدت الامل. فبدي احكي ارجع يعني مع الولد شوي ومع الاب شوي، امشي الدنيا يعني بحيث نفسية الولد، وبحيث انه حاضر أجاوبك. حاضر اسمعيني، ناخد اتصال علي من ماليزيا. السلام عليكم يا علي. تمام. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. الله يبارك. لو سمحتي دلوقتي أنا يعني خاطب ومغترب وكده، تمام، فكنت حابب أعرف يعني إزاي نقلل في مشاكل بتظهر بسبب البعد أو كده، رغم إن أنا مثلا حابب خطيبتي وحابب ان انا اكمل. بتحصل تاتشات كده يعني عجيبة، رغم ان انا حابب جدا اكمل معاها، بس مش عارف يعني ايه الحل في المشاكل دي. حاضر حاضر اجاوبك. اسمعي، خلينا ناخد من علي ماليزيا اخر اتصال ونطلع على اللي فوق. علي خاطب وبيقول انا بتحصل مشاكل برغم طبعا في بعد وكده، وبتحصل مشاكل بيني وبينها، وانا مش حابب يحصل تاتش سوء فهم والكلام ده. افضل شيء في مرحله الخطوبه الوضوح والصراحه. يا بنت الحلال انا كنت بكلمك فلقيتك اتقمصتي ايه، طب يا بنت لقيتك عملتي وما رضيتيش وعملتي لي علامه ايه، حاجه حصلت؟ لا يا ريت تقولي لي ايه اللي في المحادثه فوق ده. وضح، التوضيح والصراحه في الفتره دي مطلوبه جدا. ده اللي بص يعني عايزه اقول 90% من المشاكل راحت، الحل بتاعها ايه؟ استفسر في ايه، طب انت كذا، ما تستناش هي تقول مالك، من هتقول لك ما فيش، ما ده عنوان المرحله، ما فيش. لا انت حدد، انا كنت بكلمك ولقيتك اتقفلتي، ايه اللي حصل؟ هل صدر مني كلمه؟ ممكن تكون في فعل انت مش واخد بالك منه. فاسالها واسمع منها وابتدي يا ابني شوف اللي عندها حق، وانت تنتبه للسلوك ده، يا اما لا هي فاهمه غلط فانت توضح لها. خلصت تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. ناخد بقيه الاتصالات. كان معانا ام امير. ام امير كان بتقول من المغرب، كانت بتقول عندها ابنائها 8 سنين و4 سنين وهي بتغضب عليهم، غضبها سريع وصوت مرتفع والكلام ده. علاج الغضب او الصوت المرتفع ايا كان سلوك الاولاد ما بيجيبش نتيجه، احفظوا يا امهات. اي غضب او صوت عالي او سلوك او ضرب او كذا مع الاولاد في مرحله في اخطائه، وبقول ما بيفتكروش ان انت بتقولي ايه، هم فاكرين الصوت العالي والغضب. لكن استنى لما اهدى وبعدين اتحاور معاهم، اقول لهم السلوك ده غلط، انا برفضه، انا مش بحب السلوك، لكن بحبكم انتوا اولادي، لكن انا رافض السلوك ده، والصح بتاعه كان كذا. طيب اول مره، تاني مره، مش احنا اتفقنا ان لما يحصل كده التصرفات 1 2 ليه انتوا ما نرفزتوش؟ طيب عملوا تالت مره، ما هي صبر، مش احنا قلنا ان ده غلط وان الصح بتاعه 1 2 3 وانتوا ما نفذتوش، واتفقنا لو ما نفذتوش هيبقى في تعذير، 1 2 هنسحب الموبايل، مفيش اللعبه، مش هتاخده من صندوق المفاجآت. هي كده طولت بال طولت بال. اهم حاجه بدرب نفسي وبعمل، لان ما بيعودش خير على الاولاد، لا على نفسك ولا على اولادك، هتلاقي نفسك شعنونه طول الوقت وغضبانه وما انتش عارفه تتصرفي. لا ده الصح. سؤالك التاني، نصيحه لصلاه الفجر، ناموا بدري، قيلوا ولو ساعة فإن الشياطين لا تقيل، ناموا ساعة بالنهار وناموا بدري، زبطوا الموبايلات، واخر سورة الكهف، وادعي ربنا سبحانه وتعالى أنه يصحين قبل الفجر بقى يا رب كده وقت كويس، قومي تتودي وصلي ركعتين قيام وتصلي الفجر، وعودي نفسك على كده، اتصلي بالصالحين، واحدة صاحبتك، حد بيقوم يصلي، زوجك تشرطي عليه، المهم ما يضيعش منك صلاة الفجر. أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلك من أهل الصلاة، اللهم آمين. حنان من مصر كانت بتقول كتبت كتابي، كتب كتاب قريب وعايزة أعرف حدود يعني موضوع فترة العقد
وكتب الكتاب، وهل لو جوزها غضب عليها تبتل عنها الملائكة والأحاديث الجميلة بقى دي. طيب انت في فترة العقد هو يعني له عليك طبعا السمع والطاعة، ولكنك ما تكسريش كلامه، وكل ويبقى في تفاهم وحوار وتبقى في حياة لذيذة، لأن فترة العقد المفروض انها فترة لذيذة جدا. لكن له منك كل شيء إلا الجماعة. تاني حاجة لو هو قال لك امر، طب انت بتعسلي يعني احنا ايه اللي وداه ده لسه في العقد، ايه اللي ودانا من حتة ما بسمعش الكلام والبلايكة؟ لا، المفروض ان انا مختارة واحد انا عارفة ان هو كلامه بالنسبة لي صادق، وانا كلامه بسمعه، والنعم والحاضر من دلوقتي. ده انتوا لسه في البداية، يعني خلي الفترة دي قدام شوية، ولا قدام ولا بتاع، احنا عايزين كل الفترات وردية. لكن مفيش موضوع التلامس الكذا اللي هو المعروف ما بين الازواج، لا، انتوا لسه في مرحلة العقد. عايز بقى يروح يستأذن ابوكي انا كده ويدخل بيك ويبقى بناء، خلاف كده لا. ودايما يبقى فيها بنتي يعني تدرجوا، يعني تدرجوا في موضوع التعود على بعض، سواء الكلمات، الخروج، افتحوا مواضيع في المستقبل، اتكلموا عن الاولاد، شوفوا الدنيا معاكم هتبقى ازاي، نتكلموا دايما هنعمل ايه، هنعمل ايه، نحدد الامور لو اتخانقنا، طب لما تحصل مشكله نعمل ايه، طب لما ابقى انا وانت الوضع يبقى ازاي. كل الكلام ده مهم جدا، وبتالف الفتره دي بدل ما تبقى الدنيا كلها خايضه في اتجاهات تانية. انا من الناس اللي لا تؤيد ان الطول فتره العقد عن 3 شهور او 6 شهور بكتير جدا جدا، ما يزيدش الامر عن كده. وفي ناس بتعملها قبل البناء بشهر، حلو، خير وبركه. سارة من فرنسا بتقول ان هي تزوجت مرتين وما حصلش نصيب، وبعدين دلوقتي في واحد مصري موجود في معاها في فرنسا، بس زوجته واولاده في مصر والعلاقه ما بينهم مش تمام، بينه وبين زوجته عايز يتزوجها، واهلها مش راضيين. طيب انت سالتهم مش راضيين ليه؟ هل لخلق فيه، ولا علشان منظومه ان الزواج التاني وانت تبقى زوجه تانية، ولا هم مش راضيين علشان هم عارفين في حاجه عنه وما قالوهالكيش؟ لازم تعرفي ليه. طب بتحبيه وعايزاه والكلام ده، ما طبعا يعني انا يعني على الاقل يعني الزواج يبقى بولي، لازم موافقه الولي، يعني لازم يبقى الاب او الاخ او ولي او العم او الناس اهلك يوافقوا على الامر ده، بس اقعدي معاهم يا جماعه الراجل ده وكذا، هو كده كده زوجته مش هتيجي، وفي بينهم هو عايز يتزوج، ما تجوزنيش انا هتجوز غيري وانا بحبه. اسمعي منهم، يعني ما يمكن سبحان الله ما يمكن في حاجه هم مش قايلينها لك، او في وجهه نظر اسمعيها وحاولي شوفي من وجهه نظرهم هم، لان اللي ما يسمع كلام الاهالي بيبص. تاني حاجه هو اي لزوجته، ما هو انا ما اتعرضش بقى ان انا يبقى سنتي واحده من دون عيال، او معاكي عيل واحد وهي زوجتي بعيالي، فانا مش هطلقها عشان العيال فهطلقك انت. لا، خدت قرار وبقيت راجل وخدت قرار الزواج التاني، على الاقل اعلم الزوجه الاولى من باب الفضل، يا من باب الاحسان، مش من باب الفضل، من باب الاحسان، وافقت وانها تكمل خير وبركه، وما وافقتش عشان ما نحصلش مشاكل، وهو يبقى قادر يواجه المشاكل من دلوقتي، مش يسيب بعد ما يتجوزك وتبقي حامل وجاي مطلعك عشان خاطر مش قادر يواجه المشاكل مع الزوجه الاولى. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالقرار الصحيح يا رب، اللهم امين. معانا وقت قد ايه يا شباب؟ طيب يعني خلينا نقول عزيزه من البيضاء بسرعه كده ناخد سؤالها، معاها 5 اطفال، وبتقول ان زوجها غضبه شديد جدا وعنيف وكلامه سيء معاه، وهي صحتها بقى كده خلاص ما بقتش مستحمله ومش عايزه تسيب الاولاد. طبعا انا ما انصحكيش بالطلاق ولا الكلام ده، من الناس كلها يعني الخلق ما فيش حد كامل من الخلق، ولكن مثلا الزوج غضوب وما بيقولش كلام كويس ومبهدل الدنيا، لكن حنون في البيت، يكون كويس مع اولاده، مش مخليكوا محتاجين مثلا حاجه، مش بيخاف عليكوا، بيخاف على دينكوا مثلا، يعني في صفات، هذه الصفات الايجابيه اللي فيه. طب كلامه وخلقه وغضبه والكلام ده اعمل فيه احتساب عند الله؟ وبقول والله يا زوج الطريقه دي انا برفضها، طريقه الاسلوب ده، طب ما تهدى بقى هنتكلم. طب على فكره بقى انا همنع كلام لحد ما تهدى خالص، لان انا مش هتكلم في وقت الغضب ده، وبالراحه وقت الغضب تلاشي الدنيا كمان، ابعدي، خلي فيه مسافات، سيبي المكان لحد هو ما يهدى، وارجعوا تاني قولوا الموضوع ما خلص، احنا هنتكلم بس انت اما تهدى مره في مره لحد الله سبحانه وتعالى ما يشرح صدره ليكم. سعدت بيكم النهارده وطولت عليكم، سامحوني معلش، ادعو الله سبحانه وتعالى يتقبل الحلقه دي وجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم وينفعنا بها واياكم، اللهم امين. القاكم الاسبوع القادم على خير باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. الطور والايمان يسري على درب الهدايه والنقاء، الطور والايمان يسري
على درب الهداية والنقاء. رحابك شع بالأنوار فجرا ليهدي التائهين إلى الصفا.